للهبوط أو في وسط التوقيع. الآلي هنا PPD اللي هو Percentual Dissatisfaction عند ليفلز مختلفة، Temperature Controls، كل ده حاجة وزارة الثقافة وزارة الآثار استعملته وبنحاول نعمله. نبص على المتحف المصري اللي موجود فيه تحرير، نبص على تكييف الهواء بتاعه، ده برضه كان رسالة تانية. خلي بالك الحيطان هنا متلونة باللون الغامق مخصوص عشان ما يبقاش في فوتو سينثيسيس للماكينة. برضه اللي عامل الفيلم ده طالب ماجستير. فأنا بقول لكم هنا التكنولوجي كمان بتاعة البرزنتيشن بتختلف مع الزمن، وهنا بنتكلم على إن الهواء بيخرج من الفتحات دي ويخش يعمل الاير كونديشن بتاع المكان. طبعا وزاره الاثار عاوزه كل المتحف ده لان التذكره بفلوس ومبالغ كتير، فعاوزه تحط 100 واحد. احنا بنحسب ان كل عدد الامثل اللي يخش من يعني هنا اربعه بيبصوا على الماسك، واحسب السيرمال كمفر، بعدين اشوف تاثير الحيطان وما الى ذلك، بعدين اخليهم 10، بعدين اخليهم 20، وبعدين في الاخر بقترح العدد الامثل اللي المفروض الناس تستعمله. نفس القصه بنعملها في المتحف، بنعملها برضه في ايه؟ في المكتب. فهنا انا بستعمل طول موجوده عندي بالباك جراوند انفورميشن اللي درستها في الكليه علشان اقدر اعمل ديزاين لسيستم بتاع اير كونديشنينج for the best performance of the building. هناخد مثال ثالث. هنا بنحط الجريلات بقى مع تقييم عدد في الديزاين، بقى اماكن الجريلات وندرس ونشوف، بعدين بنحط بقى اماكن الضوء بحيث ان احنا نقدر نطور الديزاين بتاعنا. انا الوقت اللي قدامي 5 دقايق 10 دقايق. دي ابلكيشن يا جماعه، هوريكم ابلكيشنز ثانيه برضه على الاير ديستريبيوشن. كده شويه وايز ناحيه الاير ديستريبيوشن باي بروفيشن، لكن ممكن نشوف السموك مانجمنت في اماكن مختلفه. لو بصيت على اندر جراوند كار بارك، عندي كراج تحت الارض واحط جيت فان. طبعا الجيت فان دلوقتي هي الموضه، وحصل حريقه في العربيه اللي هي شايفينها دي، العربيه واقفه في البارك، وده الديستريبيوشن لما الهواء يمشي. السكيل بتاعي هو الفلوسيتيز بالمتر في الثانيه، وانا بعتبر طبعا كل عربيه ليها الهيت ريليس ريت حوالي 4 ميجا وات، ده الرقم الانترناشونال المعروف. فهنا ده سوفت وير تاني تقدروا كلكم تجيبوه من على النت، هو اسمه اف تي اس فاير داينامكس ريت، ومطلعاه ليست للناشونال انستيتيوت اوف ستاندرز في امريكا. بيديك على طول الديستريبيوشن بتاع الفلوسيتيز والتمبرتشرز والفيزابيلتي جوه الجراج. يبقى انا ممكن برضه اعرف انا عندي حريقه والمروحه ما اشتغلتش. آلي توزيع درجه الحراره، السكيل هنا درجه الحراره السنتيجريد، بيقدر يوريني في الكار بارك. اقدر بقى اعمله مش على كار بارك بس، اقدر اعمله على تانل تحت قناه السويس مثلا، او على تانل بتاع عربيات جوه القاهره نفسها. فده ابلكيشن تاني من الابلكيشن بتاعت الكومبيتيشن فلو داينامكس في حياتنا العمليه بتاعت كل يوم. تاني نقدر نوقف ده.
هنا مصر في الاتجاه الثاني. يعني بيوريك الاول طبعا لما كنت قلتلكم ما كانش فيه سيميليشنز معروفه اساسا. فهنا بيوريك الحقيقه ازاي درجه الحراره بتعلى والسكيل عندك اللي على مين درجه الحراره بالدجري سنتيجريد. فده فاسيلتي موجوده وممكن ان احنا كلنا نستعمله. ده بيوريك الفيزابيلتي. طبعا الفيزابيلتي يعني مدى الرؤيه. الراجل بتاع الاطفاء اللي بيخش جوه المكان عاوز يبقى الرؤيه قدامه عشان يقدر يشوف عايز 30 متر. السكيل ده اخره 30 متر فوق. اللون الازرق معناه الفيزابيلتي كويسه، اللون الاحمر معناه الفيزابيلتي قليله. فتخيل انت راجل اطفاء داخل يطفي حقيقه مش شايف قدامه. فطبعا ده مش مطلوب. فاحنا بنحاول نعمل ديزاين. ودلوقتي بقت الحكومه المصريه بتعمل ايه؟ الكود بتاع الدراجات يتطلب انك تاخد موافقه الدفاع المدني وتكون عملت سيميليشن زي ده. لان بعد كذا حادثه اللي حصلت بيبقى مطلوب يعني دراجة التحليل بعد ما اشتغل اتقفل. فانا كده ده الجزء بتاع البوينتس اللي انا كنت عايز اوريه. لو رجعنا تاني للباوربوينت مهم جدا بالنسبه لي الترمز. طبعا الترمز بتاخده مثلا في سنه ثالثه كلمه، لكن انا عندي كل الفلوس اللي بشتغل عليها فيري تيرمز، وده بيأثر لي في الهيفتر بتاع الفلو بيغير لي ايه ترانسفير كاركترستكس. فالنيميركال ميثودز از ون اوف ذا توب تكنيكس اللي بنستعملها النهارده. طبعا هي شغلها مش سهل قوي زي ما انا بحاول ابينها، لكن فيها ديسكريتيزيشن وفيها سولفر وفيها جريد. احنا بناخد جريد مثلا توصل ل 20 مليون. انا عملت وانا بعمل دكتوراه يعني بنتكلم في 40 سنه مثلا على الاقل، اكثر من 40 سنه. الجريد اللي كنت بستعملها انا ودكتوراه عامل سنتين كانت 3000 جريد دولار 20 في 20 في 20. كانت دي واو. النهارده التلامذه بتوعي بيستعملوا 20 مليون. لما جينا نعمل الاستاد بتاع قطر، الاستاد بتاع قطر مكيف الهواء اللي هيلعب عليه الورد سكر كاب 2020، واحد من الاستادات احنا عملت لها ديزاين فهو من غير سقف ومكيف الهواء. يعني في روف بس قدام الحته الناس تقعد فيها ومفتوح للسما. فطبعا عايز تبقى انت فيري انرجي افيشنت، فكان الديزاين صعب. عملناه باي سيميليشن، هوريك جزء منه دلوقتي. معدلات موجوده بنحاول نحلها. انا بس بحاول اوريكم ان المعدلات دي ممكن تجيب فلوس كتير. انا كان ليا الشرف ان عملت الحمد لله تكييف الهواء بتاع الكنيسه المعلقه موجوده في مصر. هنا الكنيسه المعلقه عمرها 1500 سنه، حابب يعملوا لها تكييف هواء مركزي، وحقيقه كان شرف ليا ان انا كنت الاستشاري. فعملت سيميليشن للكمبيوتر سوفت وير، وعملت تدور، وبعدين عملت ديزاين. المشكله انه الكنيسه المعلقه الحيطان بتاعتها تخينه، وانت غير مسموح لك تلعب في حاجه خالص. الديزاين كان لازم يتعمل كيرفولي. هو العمل اتعمل واشتغل بقى لها سنه ونص او سنتين دلوقتي. كان ليا شرف برضه اشتغلت في الحرم في مكه، التوسعه بتاعت الحرم. بس ما كنتش انا اللي عملت الديزاين، رجعت الديزاين عشان يبقى انرجي افيشنت. طبعا الدكاتره واحنا كلنا في الجامعه بيقول لك انرجي افيشنت. طب ما تجرب بقى بنفسك تلاقي الدنيا ما هياش سهله لكنها دور. يعني ممكن تتعمل. في برامج كتيره او سوفت ويرز موجوده. موديلنج دي الايكويشنز. الصوره دي طبعا بحطها باستمرار. البوت بتاعي ده بيقعد على الكمبيوتر دايما، وانا بقول ان هو الوحيد اللي بيقدر الشغل بتاعي.
هو مش كده، هو الحقيقه بيقعد في الحته دي ليه؟ ده من غير ما يسمح لحد يقرب له طموحات جنب الكمبيوتر. هو طبعا بيدور على الماوس. وانا بشكركم، انا بس في فيلم صغير هقوله لكم. الايميل بتاعي موجود اهو، لو في اي حاجه احب ان انتوا تبعتوني تجربوا، مش هتخسروا حاجه. انا برد باستمرار. لو عندك تكنيكال بروبلم، لو عايز تشتغل، لو عايز اي معلومه او عايز اي ريفرنس، من فضلك اتصل بيا وربنا يسهل واقدر ان انا اخدم على التخصص معاك. دي بعض الويب لينكس بتاعت الاي اس ام اي اللي ممكن ترجع لها. انا طبعا هسيب البرزنتيشن هنا بحيث ان برضه هتعملوا حسب السيستم بتاع هتعملوه معاك. خلي بالك انه الاي اس ام اي مش مجرد خط او لاين في الكارت بتاعه او يوز ايميل، هو الحقيقه كارير كونكشن ومهم جدا. بشكركم ودايما انا بحط السلايد ده بقول لو في عندكم اي اسئله. خلي بالكم من السلايد اللي فات كان شايفين الدراع بتاع الراجل مش باين اهو. فدايما نبص هنا على لست قطر. في استاد قطر البروبلم دي الناس اللي قاعدة الراجل قاعد ابو دماغه ايه وقاعد وقاعد ايده واللي قاعد في الصف الثاني قدامه و لو تبصوا على البق بتاعه هتلاقوا ان شايفين اسود بتتحرك.